حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء اقتصاديون إن ردم الفجوة بين سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية والرسمية تتطلب خطة اقتصادية تعتمد على تقليل الاستيراد ودعم الصناعات المحلية. واتهم الخبراء البنك المركزي العراقي بالإصرار على بقاء الفوضى التجارية للتخلص من هذه الفجوة، ويمكن إعداد خطة اقتصادية تقدم إلى واشنطن تتضمن التخلي عن استيراد بعض البضائع التي يمكن صناعتها محليا وإيجاد منافذ أخرى للاستيراد من خلال الاتفاق مع غرفة التجارة. طالب مختصون بالمال والاقتصاد بتقييد عمل بعض المصارف الأهلية، وذلك لدورها في انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية. وأضاف الخبراء أن تقييد التعامل مع بعض المصارف الأهلية ممكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف في السوق الموازية، وبفارق قليل بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازية، محملين هذه المصارف المسؤولية عن المضاربة وتهريب الدولار. وأشاروا إلى ضرورة اشتراط تعامل التجار وفق آخر تعليمات البنك المركزي العراقي. توقع خبراء اقتصاديون ارتفاعا مضاعفا لمستوى التضخم في العراق، حيث يتم قياسه من سوق العقارات. وأكد الخبراء أن أسعار العقارات ارتفعت 3 أضعاف، ما يشير إلى التضخم الحقيقي، مضيفين أن أسعار السلع والبضائع والسيارات لا يمكن من خلالها قياس التضخم لأنها تعتبر تضخما منسحبا بعد فترة. وبيّن الخبراء أن السبب الرئيس للتضخم في العراق اعتماد سياسة نقدية خاطئة. قالت وزارة التخطيط إن هناك خططا لديها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة في العراق في وقت لم تحدد مهلا زمنية معينة لإنجاز تلك الوعود. وأضاف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن الوزارة عملت خلال السنوات السابقة على إنشاء مجمعات سكنية في عدد من المحافظات، بعضها أنجز وبعضها ما يزال قيد التنفيذ. وكانت الحكومة السابقة قد أطلقت مشروع داري لمنح العاطلين عن العمل قروضاً للبناء وأراضي سكنية، لكن المشروع لم ينفذ. أفادت هيئة الإحصاء التركية بأن العراق جاء في المرتبة الثالثة كأكبر مستورد من تركيا في شهر آب الماضي. وذكرت الهيئة أن العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر آب الماضي بقيمة 1.91 مليار دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيس للصادرات ب1.782 مليار دولار، 3 الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا ب1.323 مليار دولار. والآن مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة سريعة إلى أسواق أو إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.